طيب كابتن عبد الرحمن، الآن يعني بعد انضمامك لنادي النصر ويعني مساهمتك مع زملائك اللاعبين في المعسكر أو في المباريات الودية، يعني يمكن سألتك أنا السؤال هذا في مباراة اليوفي، لكن برضو أبغى يعني نظرتك أنت كلاعب، يعني تعتبر من اللاعبين الكبار بجوار سعد الحارثي، أحمد الدوخي، يعني اللاعبين الصغار أو الوجوه الصاعدة تنتظر منكم الكثير في مساندتها وفي دعمها أيضا، كيف أنت ترى دوركم كلاعبين خبرة في هالمجال؟ ان شاء الله باذن الله احنا في خدمه الفريق، سواء لعيبه خبره او لعيبه صغار، يعني احنا مكملين لبعض. اللعيبه انا اعتبر لاعب صغير ترى، ماني لاعب خبره لسه، يعني انت كبرتني كذا. فان شاء الله باذن الله احنا نكاتب اللعيبه مع بعض، احنا دائما نجتمع مع اللعيبه اسره واحده، يعني نشوف يعني نكون قريبين من بعض اكثر. المجموعه اللي زي قلت عنها توهم طالعين من فئه الشباب، يعني في بصراحه عناصر مميزه لها مستقبل كبير وراح تخدم يعني نادي النصر والكرة السعودية. يعني في مواهب أنا شفتها بصراحة ما شاء الله عندهم يعني موهبة وعندهم فكر، ومع الوقت مع التمارين اللي راح يخضونها في يعني مع المدرب وأجواء المباريات راح يتطورون بإذن الله. إحنا راح نعطيهم يعني الأشياء اللي إحنا مكسبناها من أول، ولسه باقي المشوار قدامهم ان شاء الله باذن الله، واحتكاكهم معانا ومع الفرق راح يتطورون اكثر واكثر. مثل مين ذكرت انت؟ والله في لعيبه كثير، لو اذكر واحد يمكن يزعل علي الباقيين، يعني في عندك احمد دوخي، سعود حمود، عبد المحسن عسيري، ماجد هزازي، ابراهيم غالب، عبد الله قرني، محمد الجزاني، عبد الكريم خيبر، يعني في مجموعه ما شاء الله، يعني وهذا كل يعني المجموعه طيبه بصراحه، لها يعني تتطور، يعني كل ما تتطور بشكل كبير بشكل سريع. يمكن هذا اللي يميز النصر يعني بدون مبالغه، انه يعني 95 او عفوا يعني من 8 الى 90% واعمار صغيره والمعدل العمري صغير، هذا اللي يميز. هذا الشيء يبشر بالخير بصراحه، لان اللاعب راح كل ما كان سنه صغير، يعني ما قلل في اللعيبه الكبار، بالعكس يعني هم خبره ما يحتاج، يعني هم عارفين دورهم. تتكلم عن اللعيبه اللي صغار، يعني لهم دور كبير ان شاء الله في المرحله القادمه انهم يطوروا من انفسهم، وتكاتف الجميع داخل الملعب وداخل النادي راح يعطيهم يعني دافع كبير، دافع معنوي كبير، انهم ايش يحققون النتائج اللي ترضي ناديهم وجمهورهم بإذن الله. إن شاء الله أتمنى لك التوفيق. عبد الرحمن بسألك، أنا بنتقل لمحور آخر من الحوار وأقول لك، طبعا اللي عارف أن سعد الحارثي هو معك في الغرفة، ما يحتاج مشعل، يعني معي من زمان، يعني مو من أيام المنتخب. نعم. طيب شو مزعج هو في الغرفة ولا؟ الله أبو مشعل يعني أحيانا يعني ينام النوم عنده مشكلة بصراحة، هو يعاني منك. فأنا أبدأ أحسب حساب الشيء هذا، أني أنا أصحى بدري يعني قبلها بساعة عشان يصحى، أقعد أصحي، لأن الله يعيني عليه. وهو يقول الله يعيني على عبد الرحمن. والله عاد كل واحد له أسلوب يعني، بس أنه مش ما يحتاج، يعني أخ كبير، وأنا أعتز بصراحة برفقتي معاه ووجودي معاه بصراحة، ولا قصور في اللعيبة الثانيين. عبد الرحمن يعني شوف، يعني سبحان الله شاءت الأقدار أن تجتمع سويا أنت وسعد في نادي واحد. في نهايات كأس آسيا 2007 في إندونيسيا كنت سويا في المنتخب، وأيضا ساهم يعني سعد الحارثي بتسجيل هدف، وكان من اللي صنع الهدف عبد الرحمن القحطاني. يعني وش ودك تقول في هال المناسبة؟ كان ذكريات حلوة بصراحة ذيك البطولة، يعني كان ودنا نحقق البطولة هذيك، بس يعني قدر الله ما شاء فعل. يعني كان يعني جو المجموعة كاملة، يعني بصراحة ما في فرق بين اللاعب الأساسي والاحتياط واللي برا تشكيلة، كنا مجموعة واحدة وحماس ورغبة وجدية، وهذا اللي أعطانا دفعة كبيرة وتغيرت المنهجية اللي كان ينظر لها المنتخب. الحمد لله المباراة هذيك يعني ما راح انساها طول حياتي بصراحة، يعني لأنها هي اللي أعطتنا دفعة أن نتأهل مرحلة الدور الثاني والدور الأربعة. فقصة الهدف، فإحنا دائما في التمارين نطبق الشيء هذا، وخاصة أنا مع سعد يعني دائما أنا أقول له يعني في التحركات إنه يفهم لي كيف يعني يأخذ المكان المعين عشان ألعب له فيه. وفعلا الحمد لله، يعني أنت تلاحظ إن طريقة الهدف
انا تحركت قبل الكوره وساعد تحرك يعني لا يعني ما استعجلت في القرار اني ارفع الكوره له ويسجل. فلحظتها عرفت تحرك سعد والحمد لله لعبتها رب ان شاء الله بنشاهد جاء في وقت قاتل يعني هذا اللي له حلاوه يعني. طيب بنشوف الهدف هذا في النص باذن الله. تشوف اهداف مو هدف باذن الله ان شاء الله. طيب يا ربنا. عبد الرحمن طبعا على ذكر المنتخب عبد الرحمن القحطاني الان غائب عن صفوف المنتخب تقريبا من عامين او من عام ونص تقريبا. اوكي يعني ان شاء الله عبد الرحمن مع نادي النصر مع العوده ان شاء الله للتمثيل هل ان شاء الله نشوف عبد الرحمن في المنتخب؟ المنتخب طموحه يلاعب انه يوصل له وهذا شرف كبير باذن الله. انا راح ان شاء الله يعني وجودي مع نادي النصر والمجموعة اللي أنا فيها إن شاء الله بإذن الله النتائج اللي نحققها بإذن الله راح توصلنا للمنتخب وإحنا نبذل اللي علينا إن شاء الله والباقي على المسؤولين يعني في المنتخب. اللاعب ما يكون عنده يأس ولا يكون عنده بالعكس يعني يكون على قدر المسؤولية ويكون على قدر الشيء اللي يطلبونه منه المسؤولين سواء في نادي أو المنتخب بإذن الله أن نكون في المنتخب. هذا شرف كبير لنا ويحز بالخاطر أن اللاعب إنه ما يكون في المنتخب صراحة. لكن إن شاء الله مع تكاتف الجميع والضغط اللاعب على نفسه واهتمامه في نفسه أكثر راح يوصل إن شاء الله. عبد الرحمن أنت لاعب كبير ونجم كبير وإن شاء الله يعني قادر على العودة لصفوف المنتخب. سؤال أخير عبد الرحمن كيف ترى الجهود أو العمل الإداري الكبير اللي قامت فيه إدارة نادي النصر حتى الآن من خلال المعسكر الودي من خلال جلب أجانب جدد من خلال التعاقد مع مدرب جديد العمل الكبير هذا كيف تراه من قبل إدارة النصر؟ بصراحة نشكرهم على العمل الجبار اللي قاعد يقومون فيه بصراحة من خلال جلبهم للعيبة الجهاز الفني الجهاز الإداري يعني مجموعة متكاملة ما شاء الله تبارك الله وهذا مو غريب على نادي النصر وإدارته. نتمنى منهم الاستمرار على هالشهادة وأكثر بإذن الله. زي ما قلت لك يعني بدايتنا الحمد لله في المعسكر هذا من أول تمرين خاصة أتكلم عن نفسي أنا بدايتي مع النصر يعني تبشر بخير الحمد لله يعني وجدت كل الاحترام والود يعني والحب من إدارة النادي ومسؤولين النادي وجماهير النادي. فهذا شيء النصر معروف عنه من زمان وإن شاء الله يعني تواصل أفراحنا بإذن الله. كلمة أخيرة عبد الرحمن هالمناسبة لجماهير نادي النصر. أشكركم على هذا اللقاء ما بقول رسمي وذا يعني هو حبي يعني في المعسكر وإحنا عائلة واحدة بالعكس. إن شاء الله بإذن الله عد جمهور النصر أنا وجمهور اللاعبين إن شاء الله نحقق لهم يعني نتائج طيبة بإذن الله ونفرحهم دائم لأنهم متعطشين الأشياء يعني العودة للبطولات بإذن الله مع الجهاز الفني مع المدرب زنقة يعني بصراحة يعني غني عن التعريف. إن شاء الله أن راح نواصل يعني المنهجية اللي اتخذها إن شاء الله وجودهم معانا تكاتب الجمهور معانا أول بأول راح يعطينا هو الدافع الكبير أن نحقق نتائج إيجابية بإذن الله. عبد الرحمن نشكر لك هذا اللقاء وأسفين سهرناك. بالعكس الله يعطيكم العافية. أنا أتشرف والله بوجودي معاكم وهذا أقل شيء نقدمه. الله يعطيك العافية. ألف شكر.